يدفع الاستقرار النسبي في سوق القطع للتساؤل عن مصير سعر الصرف في الفترة المقبلة. النائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان العياش، وإن كان لا يحبذ نشر أجواء سلبية، إلا أنه يتخوف من عنصرين أساسيين سيرخيان بثقلهما حكما على سعر صرف الليرة في المستقبل. طالما المؤشرات الاقتصادية اللي عم تقول عنها، وخاصة مؤشرين عجز ميزان المدفوعات وبصورة خاصة عجز الميزان التجاري اللي رجل عصار كتير كبير وعجز الموازنة تبع الدولة، فعجز الميزان التجاري فادح بلبنان، رجعنا على 19 مليار دولار ومنصدر بمليارين، هذا بلد ما بتستقر عملته. كانوا يعوضوا عن هالعجز بالميزان التجاري بالخدمات والسياحة والآخرين، هلا ما عم بتسكر هالفجوة الكبيرة. كل عجز يعالج بطبع مال وتدخل البنك المركزي، يعني تحويل الدين إلى نقد وتحويل العجز إلى نقد تنقيد، هيدي تؤدي إلى مخاطر كتير كبيرة. أمام هذا الواقع يبرز السؤال عن قدرة نواب الحاكم على الصمود في وجه التحديات المستجدة، وأبرزها طلب الدولة التمويل لسد النفقات ولجم سعر الصرف في حال أي ارتفاع صاروخي خارج عن الحسبان. إذا وصلوا شي يوم ما في الدولة قادرة تدفع رواتب إلا ما البنك المركزي يدعمها، طب شو بتعمل بالعسكر وبجيش المعلمين؟ ما بعرف، بفتكر أنا ما رح توصل لوضع انه الموظفين ما يقبضوا رواتبهم، بس يمكن موقفهم بيخفف من غنج الدولة ودلالة، هني سيستمروا بالموقف لانه هني مصرين عليه كتير. بس انا بتخوف من شغلي واحدة، انه هني اللي عم يطلبوه تغطية قانونية لإذا استمروا بالمخالفات للمبادئ اللي كانت معمولة قبل. شهد صافي التحويلات المالية في لبنان في سنوات ما بعد الأزمة تراجعا ملحوظا من 7.4 مليار دولار في العام 2019 إلى 6.8 مليار دولار في نهاية العام 2022، ولعل أخطر ما تظهره التحويلات ليس تراجع قيمتها فحسب، إنما كيفية توزعها وإنفاقها. فقد أظهرت دراسة بحثية لميرسي كور أن الأسر ذات الدخل المنخفض الذي يقل عن 5 ملايين ليرة تتلقى 7% فقط من التحويلات، في حين أن الأسر ذات الدخل المرتفع تتلقى الكمية الوازنة. كما أظهر التحليل أن الجزء الأكبر من الأموال يخصص للإنفاق على الغذاء والطبابة بدلا من الاستثمار أو الادخار. شدد قادة دول البريكس في جلسة الافتتاحية للقمة 15 على إنشاء عملة موحدة للمجموعة، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه عبر الفيديو إن المجموعة تسعى لاستبعاد الدولار من التجارة بين الدول الأعضاء. لم تسفر زيارة وزير الخارجية التركي إلى العراق عن حل لأزمة وقف تركيا تدفق 450 ألف برميل نفط خام عراقي يوميا إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي منذ نهاية آذار الماضي. يرجح المراقبون أن يكون استئناف تلك التدفقات على جدول أعمال الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان إلى بغداد، إذ إن حل هذه المسألة يتطلب اتفاقا سياسيا بين حكومتي البلدين.